El Sharabati with his maiden gold medal, maiden Jordan. What a moment for this man here, Stephen. That was a heck of a match. بصمة أردنية جديدة في كبرى بطولات التايكوندو، الرياضة التي ما تزال تحلق في سماء الإنجازات العالمية، وكان آخرها تحقيق الأردن ميداليتين في بطولة الجائزة الكبرى في بلغاريا عن طريق ذهبية صالح الشرباتي وبرونزية جوليانا الصادق. حتى نحكي عن هذا الإنجاز معنا مدرب المنتخب الوطني فارس العساف والبطل صالح الشرباتي. أهلا وسهلا فيكم. يعني ألف مبروك الذهبية لكم الاثنين كابتن، يعني مش غريب عنك الذهب صار. الحمد لله. الحمد لله. إنجاز جديد طبعا يضاف إليك. بدنا نحكي أول إشي، كيف كانت التحضيرات لبطولة الجائزة الكبرى، خصوصا أنه أنتوا من فترة والبطولات كلها وراء بعض، يعني ما في مجال للراحة. احنا بتعرفي بالبداية، يعني زي ما انت حكيت، هاي آخر سنة للتأهيل المباشر للأولمبياد. السنة الجاي في إن شاء الله التصفيات الأسيوية، لما بحالف الحظ بالتأهيل المباشر. الاتحاد الأردني برئاسة سمو الأمير راشد، واللجنة الأولمبية كمان برئاسة سمو الأمير فيصل، ومركز الإعداد الأولمبي اللي هو عمل هاي النقلة النوعية بالرياضة الأردنية كاملة، يعني صحيح. برئاسة سمو الأميرة زينة ومدير برنامج الإعداد الأولمبي أستاذ علي الأسمر وضعوا خطة للمرحلة اللي احنا لعبناها. بداية احنا بطولة العالم لعبناها بشهر 5، بعدها بلشوا الجائزة الكبرى. احنا بالجائزة الكبرى اللي صارت بروما واللي صارت بطوكيو ما حالفناش الحظ فيها. بعد هيك احنا قرر المركز انه نروح معسكر على روسيا حتى نعسكر هناك، وبصراحه كان المعسكر كثير مفيد وكانوا البرنامج يعني كثير مهم هناك بالبرنامج، والحمد لله قدرنا نحقق الميداليه الذهبيه والبرونزيه، وان شاء الله هاي مش يعني مش هاي النهايه، احنا ان شاء الله راح نستمر مستمرين اكيد. وطبعا منبارك لجوليانا الصادق كمان ببرونزيتها. صالح، كيف كانت المنافسه خلال مبارياتك ببطوله الجائزه الكبرى وتحديدا السباق النهائي؟ انت كنت ضد اللاعب المصري سيف عيسى، كان متقدم عليك في البدايه وكل الجمهور كان خلص حسيته انه مسلم انه خلص هو اللي راح يفوز، وانت بالنهايه في اخر ثواني قدرت انك تقلب النتيجه وتفوز عليه. هلا هي البطولة مش سهلة بالمرة، اللي هي لأول 32 على العالم، فبالعزيمة وبالإصرار قدرت أتخطى هذه الأشياء. وطبعاً اللاعب المصري أنا لعبت معاه أكثر من مرة، لعبت معاه بجوز 5 مرات، فإنه يعني عارفين بعض زيادة، وقدرت إني أضلني محافظ على تركيزي لآخر ثانية وإني أخذ المباراة. حلو. كنت عم بسأل الكابتن قديه بتكون متوتر، فبيقول لي التوتر صار جزء من حياتي، ما بقدر إلا أكون متوتر خلال هاي المباريات. ما يعني التوتر جزء بتحسه خلص من هاي الرياضة. طيب كيف قدرت كابتن تقرأ مباريات صالح وجوليانا وحتى أنس مع أنه ما تمكن أنه يحصد أي ميدالية، وكيف كانوا المنافسين بهاي الجولة، خصوصا أنه إحنا عم نحكي النسخة الثالثة من الجائزة الكبرى جمعت عدد كبير من الأبطال والبطلات في العالم وكانت الأصعب؟ يعني زي ما انت حكيت، هي الجراند بري بطوله صعبه، افضل 32 لاعب بالعالم. احنا بالعاده بنقرا جميع اللاعبين ونكون متوقعين ان احنا نلعب مع اي لاعب، حتى بالتدريب بنكون يعني بندرب اللاعبين حسب اي سيناريو اي لاعب بيجيك.
صالح الشرباتي هذول اللاعبين كلهم صار لاعب معهم، وهذا الشيء اللي احنا نطمح له انه احنا دائما نلعب مع هذول اللاعبين حتى بالاولمبيات ما نتفاجئش باي لاعب. يعني احنا تقريبا صالح صار لاعب مع كل وزنه، جولي صارت لاعبه مع كل وزنها، فهذا الحكي اللي احنا نطمح له انه نلعب مع كل اللاعبين عشان ان شاء الله انه بالاولمبيات نكون متقين. واللاعب لازم كمان يكون شامل، يعني بيلعب جميع شيء، جميع كل الحركات، عشان اي اسلوب يلعب فيه بالحلبة بيكون جاهز له. اكيد صالح يعني بعد الذهب الكل عم بيستنى تقدم اكثر واكثر، يمكن بيصير في ضغط عليك اكثر لانه هلا الواحد لازم يضله طالع. ميدالي يعني اكيد اكيد الحلم هو ميداليه اولمبيه، شو تحضيراتك للفتره الجاي؟ هلا عندنا احنا بطوله جراند بريكس الاول 16 على العالم اللي هي مقامه بموسكو بشهر 12 ان شاء الله. هلا في ممكن انه يجي منتخب روسيا عندنا يعسكر عندنا، ويعني نستفيد خبرات اكثر منهم، وطبعا التدريبات ما بتوقف وبتكون تدريبات مكثفه، مشان هاي البطوله هي كثير مهمه وبتفرق معي انه ممكن اتاهل من اول ستة بدون تصفيات، فاذا تاهلت من اول ستة بدون تصفيات هيك انا بكون حجزت مقعد للاولمبيات. ل رهيب يعني ما في راحه بهاي الفتره، خلص راحت عليكم كابتن. اليوم البريك الاخير. طيب كابتن اكيد بطولات جديده بتستناكم ومنافسات بتأهل للأولمبياد، حابين نعرف شو تحضيراتكم والخطط لهاي المنافسات، وأيضا يعني أنت شخص يكره الخسارة، الأهداف بدنا نعرف في البطولات اللي ضايلة قبل الأولمبياد، شو رصيد لاعبينا من النقاط وقديه ضايل نقاط لحتى نقدر نتأهل للأولمبياد؟ احنا المنطقة الصراحة البطولة المهمة اللي ضايلة هي اللي جراند بري فاينل، هي عليها تقريبا 80 نقطة. راح يشارك عندنا 3 لاعبين، احمد بغوش ان شاء الله اذا كان جاهز وان شاء الله الله يشفي ويرجعه من الاصابه ويشارك، تصنيفه الان الرابع، بتاهل اول سته ان شاء الله انه حضوره قائمه ان شاء الله انه بتاهل اول سته. صالح الشرباتي راح يشارك اللاعب الثاني، احنا بنستنى التصنيف الشهر القادم لانه نقاط الجراند بري هاي راح تنزل ب 1/11 ان شاء الله. صالح راح يكون من 8 لتاسع على العالم، بتاهل اول سته، ولاعب جوليان صادق هي تصنيفه 11 تقريبا. هذول 3 لاعبين راح يشاركوا البطوله عليها 80 نقطه. كل لاعب يشارك بالفاينل له امل بالتاهيل من اول سته، بس يا سمح الله في حال اي تاهيل احنا فرصتنا لسه قائمه بالتاهيل عن طريق التصفيات الاسيويه. احنا المره الماضيه تاهلنا على الاولمبيات، تاهل ابو غوش عن طريق التصفيات الاسيويه واحرز ميدالي ذهبي. بالنهايه لما واحد بهمه انه يتاهل على الاولمبيات وانه يكون ان شاء الله انه، لانه التايكوندو الاردنيه يعني الاتحاد استراتيجيته واضحه انه كل دوره اولمبيه في ميدالية. لا وكمان واضح التطور في التايكوندو الاردنيه من فتره كثير منيحه. حكيت لك هو الاتحاد الاردني برئاسه سمو الامير راشد بركز انه عنده اهداف حاطها لكل مرحله، والهدف كل دوره اولمبيه في ميدالية. طبعا دوره الاولمبيه ان شاء الله 24 لسه في جيل صغير راح يكون في اكثر من ميدالية ان شاء الله. طب نطمن على ابو غوش. الحمد لله يعني ان شاء الله انه اصابته بتكون بلش يتعافى منها، وان شاء الله راح بلش بكره بالتدريبات، وان شاء الله انه نكون جاهز للفاينل وشارك بالفاينل، وان شاء الله انه حظوظه قائمه للتاهل المباشر ان شاء الله. ان شاء الله. طيب كابتن بفتره من الفترات كنت يمكن انت قلقان لانه مرت ايام صعبه على التايكوندو، كان في فراغ يمكن وبطل في جيل، يعني الجيل الكامل تبع هذا الرياضه بنقدر نقول انه رحل، وصار الهدف الرئيسي عندك هو انتاج ابطال جدد. إنتاج الأبطال يحتاج لتحضير فئات عمرية من الشباب والناشئين، شو وضع الفئات العمرية؟ يعني إحنا بصراحة برنامج إعداد الأولمبي بلش ب 1/8/2018 مش بس بالتايكوندو، جميع الرياضات. إحنا بحب نبارك كمان للكاراتي، مبارح حرزها ميداليتين ذهبيتين، فهذا بدل أنه البرنامج بلش يعطي نتائجه مع أنه ما صلوش سنة وسنتين، تعرف البرنامج بده 5-6 سنين حتى. صحيح. هيا نشوف نبارك لهم الكراتي حرزها ذهبيتين. اتحاد التايكوندو بطولة آسيا الأخيرة بعمان حصل على 22 ميدالية من الأشبال والناشئين، وهذا الجيل بصراحة كثير قوي، في منهم فهد عمار، في منهم لاعبين كثير ما بقدرش أعد أسمائهم عشان ما حدش يزعل يعني. هذو هم راح يكونوا جاهزين لأولمبياد 2024، حتى أولمبياد الشباب 2022 إن شاء الله راح يكونوا جاهزين، إن شاء الله راح يكون في عندنا ميدالية ذهبية فيها إن شاء الله. إن شاء الله. طيب صالح، رسالة بتحب توجهها للجماهير قبل الفترة المقبلة؟ طبعا اول شيء هم انه يدعوا لنا بانه نحقق انجازات للاردن، والشيء مش صعب ولا سهل، بس انه الواحد يشد حاله زياده ويركز وطبعا بوصل للحلم تاعه. وبدي احب اشكر اللجنه الاولمبيه برئاسه سمو الامير فيصل، والاتحاد الاردني برئاسه سمو الامير راشد، ومركز الاعداد الاولمبي برئاسه سمو الاميره زينه. وبحب اشكر الراعي الرسمي لي اللي هو
المركزية تويوتا على دعمهم إلي. طبعا هذا إشي يعني بدفعني زيادة إن أعطي، لأنه الواحد لما يشوف فيه دعم وفيه اهتمام للرياضة بصير يعطي أكيد. بصير إنه يعطي كل وقته في الرياضة اللي هو فيها. طب بما أنه حكى عن الدعم، برأيك مع كل الإنجازات اللي عم بتحققها التايكوندو الأردنية، هل حجم الدعم اللي عم تتلقاه التايكوندو يتناسب مع حجم الإنجازات سواء من مسؤولي الرياضة أو من الشركات الخاصة؟ هسا الدعم من يعني من اللجنة الأولمبية مش من رسمة بصراحة، بس يعني الحمد لله نشوف إنه في شركات مثلا زي أمنية راعية إلي ولا أبو غوش، تويوتا راعية جولي وصالح، بس نتمنى من الشركات الخاصة أنها تدعم رياضة التايكوندو. يعني رياضة التايكوندو ممكن مفروض يكون عندهم صالة خاصة فيهم لحالهم. نعم. رياضة التايكوندو إذا تندعم أكثر ممكن تطلع أبطال أكثر، إذا لأنه هي يعني طلع على جورجيا مثلا، بلد صغير معروف بس بجيب كل مرة ميدالية بجوده. إحنا ممكن نركز على كبلد، نركز على التايكوندو كل مرة نكون فيها موجودين، كل نكون فيها نتائج أحسن إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق، ومستنى مش ذهبية، بدنا أكثر من ذهبية إن شاء الله. وألف مبروك مرة ثانية، وشكرا لك كثير كبير على الجهود اللي بتبذلها وعلى النجوم اللي طلعتها برياضة التايكوندو. شكرا. أنا بحب أشكر قناة رؤية وكل الإعلام الرياضي بصراحة. إحنا بآخر بالجراند بري لما حسينا إنه كل القنوات، كل الجرايد، كل هاي متابعة رياضة التايكوندو، صارت رياضة التايكوندو هي الرياضة الأولى بالتايكوندو شعبيا. فنشكر الإعلام اللي وصل هاي اللاعبين، الآن لاعبتنا معروفين زيهم زي أي لاعب قدم زي هاي. الحمد لله نشكر، لأنه لولا الإعلام ما كان وصلت الأخبار هاي للشعب. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم أكيد عن قريب بذهبية جديدة إن شاء الله.